او حضور 100 اعلامي لتغطيه هذه المباراه، وان شاء الله النادي الاهلي هو اللي هيقوم بكافه التفاصيل او بكافه الكرنيهات والتصاريح الخاصه بحضور الاعلاميين في هذه المباراه. نتمنى ان شاء الله نشوفها مباراه جيده. دائما احنا بنستنى هذه المباراه، بيبقى الاسبوت الاعلامي بشكل كبير على هذه المباراه، خصوصا كمان ان احنا تعتبر دي يعني مباراه في نهايه الموسم. ان شاء الله تبقى حاجه تفرح جمهور الاهلي وتبقى مباراه تليق باسم الكره المصريه، خصوصا طبعا بعد حصول النادي الاهلي على هذه البطوله. خليني اروح سريعا طبعا للمكوك اللي داخل النادي الاهلي اللي بيقوم بدور مهم جدا داخل النادي الاهلي، سواء بقى الجزء بقى الاجتماعات، التجهيزات الخاصة بكل الفرق اللي في النادي، كل ما يخص النادي الأهلي سواء بقى الجزء الاجتماعي أو الرياضي أو الإنشائي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي العميد محمد مرجان، تحياتي لحضرتك يا فندم. ربنا يخليك يا كابتن محمد، مساء الخير يا كابتن. تحياتي لحضرتك، ومقدرين جدا أكيد المجهود الكبير اللي بتقوموا بيه في النادي، وخصوصا بقى إن لم نشترط تبقى طبعا الرقم القومي موجود، وده حقهم واحنا ملتزمين بيه، الناديين ملتزمين مع اتحاد الكورة. ان شاء الله هيبقى الاسامي مسجله في الكشوفات وهتتبعت فيها الرقم القومي، والكشف يتبعت للامن ان شاء الله، لاتحاد الكوره عشان يخاطب الامن، لان هو ده المظله بتاعتنا في الاخر ان شاء الله. و25 للناديين في المقصوره الرئيسيه، اعضاء مجلس الاداره او ضيوف الناديين، 25 للنادي الاهلي 25 نادي الزمالك. تمام. وبالنسبه للاعلاميين برضه 50 للنادي الاهلي و50 لنادي الزمالك، هو في تعاون واحنا قابلين هذا الموضوع، لان دي مباراه في الاخر، مباراه القمه المصريه اللي كل الشارع المصري يعني بيستناها مهما كان. وان شاء الله باذن الله يعني طبعا احنا الاهلاويه نتمنى ان شاء الله تبقى مباراه اهلاويه كويسه، وفي نفس الوقت برضه يبقى فيها الروح الرياضيه اللي احنا اكيد اكيد نتمنى باسم الكره المصريه. ست عميد، خليني اسال حضرتك بس عشان الناس بتتساءل بقى، ال 300 دول هيكون من جماهير عاديه ولا من قاعده البيانات اللي موجوده ولا اعضاء النادي؟ انا بص مش عايز اخرج بره قصه جماهير عاديه واعضاء النادي. اعضاء كلهم النادي طبعا جماهير النادي الاهلي، احنا كلنا جمهور النادي الاهلي. انا عندي طلبات وعندي الحمد لله رب العالمين يعني ناس عماله كل الناس عايزه تروح. صحيح صحيح، فاحنا انا واحد منهم يا سياده العميد. وامبارح قابلت كابتن مستر راحت دي، قال لي انا عايز 500، قلت له من 500 لوحده قابل لوحده. انا يعني انا مش هنضغط على الناس، بس لازم الناس تسمع صوتنا. الناس كلها تتمنى عايزه ترجع طبعا. يعني دي مباراه القمه، والناس واحنا طول عمرنا بالاهلي والزمالك بنحضر وطن الاهلي والزمالك، وطول عمر يعني نتمنى اللي هي القصه دي ترجع تاني. لكن هرجع اقول تاني، احنا ملتزمين وده نهايه موسم. اتمنى في الموسم الجديد يبقى في نظره ثانيه مختلفه. وانا حتى كان يعني كان قاعد معايا الصديق العزيز احمد مجاهد، الراجل عنده نفس الرؤيه في الاتحاد المصري، وانا عارف متاكد الاتحاد المصري رئاسه هاني بيه ابو ريده متاكد ان هم عايزين يصل هذا الموضوع. وفي الاخر احنا اتفقنا على حاجه ان شاء الله باذن الله، يعني هو الاتحاد ده المظله الاساسيه بتاعت الانديه اللي احنا من خلاله هنتحرك مع الاجهزه الامنيه طبعا، وكلنا نتحمل المسؤوليات ان شاء الله باذن الله، عشان في الاخر الجمهور يرجع، ما فيش حد يتنصب من مسؤوليته. احنا هنتحمل مسؤوليات مع الاتحاد المصري مع الامن، بحيث ان احنا كلنا جمهور يرجع بالشكل اللي احنا عايزينه، مع فصل تام للسياسه عن الرياضه. جمهور الرياضه ده للرياضه، مفيش او مش هنسمح بيه، ومفيش نادي هيسمح بيه. احنا النهارده كلنا عايزين نشجع الرياضه بتاعتنا ونشجع انديتنا بشكل لائق. فان شاء الله باذن الله الاهلي عنده المبادره دي، وفي اجتماعات مستمره في اللجنه برئاسه المهندس خالد مرتجي عشان نوصل لافضل حلول. واكتشفت برضه في الكلام مع كابتن احمد مجاهد اللي هم في الاتحاد شغالين في نفس القصه بنفس السيستم، تسجيل البيانات والرقم القومي اللي موجود، وده اللي يهم الامن النهارده، اللي انت يبقى عندك بيانات عن اللي موجود. صحيح. وان النادي الاهلي عارف مين اللي داخل، خلاص ده امور سهله، لان انت مش هتخاف من حاجه طالما انت رايح النهارده عايز تشجع. انا ما عنديش مشكله، خد البطاقه بتاعتي وخد بياناتي وخد كل اللي انت عايزه، وده حقك تامن في الظروف اللي احنا فيها، والعالم كله خلي بالك بيعمل كده النهارده. صحيح صحيح. النادي يعني ولا هي اصلها يعني اختراع امني في المصري ولا لا، ده العالم كله النهارده. انت النهارده عايز تروح اي مباراه في العالم، في نهائي اوروبا، ده كاس عالم، انديه زي ما بنروح، بتدخل بياناتك، البيانات اساسا بتدخل رقم الباسبور بتاعك او رقم القومي بتاعك، وبتاخد التذكره بناء على هذا الكلام. صحيح. فدي مش حاجه جديده. صحيح. تمام. طيب سيادة عميد، ان شاء الله كلنا سعيين فيها يعني بنسعى فيها ان شاء الله. طبعا النادي الاهلي هو اول نادي عمل هذه الجزئيه، وده كان برضو يعني دائما سباقين في الجزئيه دي يا استاذ عميد. خليني اخدك بقى لجزئيه الترتيبات الخاصه بمباراه حسام غالي والسفر لدبي يا استاذ عميد. ان شاء الله باذن الله كان في اتصال النهارده مع كابتن خطيب رئيس النادي، وان شاء الله هيبقى في مؤتمر صحفي يوم الاثنين القادم الساعه 12 الظهر. هو كابتن طلع حسين يمكن كان عنده عايزه الساعه 2، حصل اتصال مع الاستاذ جمال جبر مدير المركز الاعلامي، قلنا الساعه 12 الظهر، بحيث حتى كمان بعد ما المؤتمر ينتهي يلحقوا يغطوه اعلاميا ثاني يوم. فان شاء الله هيبقى 12 الظهر في مقر الاهلي بالجزيره،
هيبقى مؤتمر صحفي، هيبقى متواجد فيه كابتن حسام غالي، كابتن حسام البدري، الكابتن سيد حفيظ، وطبعا كابتن زيدو المدير الرياضي لقطاع كره القدم، وهنبقى موجود فيه ممثل عن النادي الاهلي الاستاذ خالد بدرنداني ان شاء الله باذن الله، هو اللي موجود مثلا عن النادي الاهلي. وده برضه عشان خاطر الاستاذ عامر فاروق نائب رئيس مجلس الاداره هيكون ان شاء الله باذن الله في السعوديه عشان يحضر القرعه بتاعه البطوله العربيه. زي ما بقول لك هو يعني هو بص المنظومه كلها اما تيجي تشوفها من بره هتلاقي كل المنظومه شغاله من اول رئيس النادي ربنا يرجعه بالسلامه لغايه اصغر عامل في النادي الاهلي، فكله شغال. طيب هل طمنا، طب كابتن خطيب هيرجع امتى كابتن ست عميد بعد اذنك؟ يعني هو طبعا انت عارف هو المفروض 6 اسابيع هيبقى راحه سلبيه تامه. انا بقول لك الكابتن خطيب خلال الاسبوع ده ان شاء الله هيبقى موجود في مصر، رغم ان احنا كل الناس عماله يعني لازم تكمل لازم تكمل، بس انا بقول لك خلال الفتره دي انا كابتن خطيب بكره ان شاء الله هيتنقل ابو ظبي وهيقعد هناك برضه الراحه السلبيه بتاعته. بس انا بقولها لك انا متاكد الكابتن خطيب يعني وبالتليفونات اللي شغاله دلوقتي انا متاكد ان هو كمل العمل وكمل الالتزامات اللي موجوده. صح صح، انت كنت يمكن قلت لي جزئيه دي، يرجع بالسلامه ان شاء الله. في متابعه على طول، في متابعه على طول بشكل مستمر سواء مع نائب رئيس النادي او امين الصندوق او معانا الموجودين بصفه يوميه. فيعني هو احنا عاملين برضه يعني عايزين يقعد ياخد الراحه السلبيه بتاعته، لان الامور الحمد لله ماشيه على ما يرام. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرم ونتمنى طبعا عودته بالسلامه ويرجع يا رب ان شاء الله. يا رب يرجع. بس اخيرا بس تعميد تقريبا بكره كابتن سيد، انت قلت لي قرعه البطوله العربيه هتبقى في السعوديه بعد يوم 24 تقريبا او كام؟ ان شاء الله باذن الله، واللي هيمثل النادي الاهلي نائب رئيس النادي الاهلي باذن الله الاستاذ عماد فاروق. سلام، ان شاء الله كل التوفيق، بطولات ورا بعض، ويمكن الفريق طبعا اكيد عنده مهم جدا، عندنا افريقيا وكاس مصر ثم طبعا يعني البطوله العربيه. ان شاء الله كل التوفيق لفريقنا. استاذ عماد انا بشكرك شكرا جزيلا طبعا وصبرك معانا في اسئلتنا، لكن طبعا مهم جدا ان احنا بنبص دايما لبطولاتنا، في زي ما قال ست عميد كده.